لنا عبد ذليل ضعيف. الحمد لله كسمعنا بان الاولياء وصلوا واحد الدرجه ما شاء الله، وهادشي ما كيتكذبش لان الناس شاهدوا له تحقيق وله تاريخ. حق انا باقي واحد الدريوج ربي باقي ما وصلتش حتى للدرجه الثانيه، باقي ضعيف انا باش نطير او لا كذا، هادشي ما كاينش منه، انا باقي ضعيف. واخا يكون المذهب الصوفي كيشهد على هذه المسائل هذه، من هم المتصوفه؟ لان التصوف له درجه، والتصوف له رجال وله احوال، بمعنى الاحوال فيه مقامات. التصوف يرتقي من مقام الى مقام ومن حال الى حال على حسب الدرجه وعلى حسب الزهد، على حسب السن، على حسب العباده، على حسب المسائل اللي كيختص بها كل صوفي. الصوره اللي كتشوف بان الشيخ الصمدي يتواجد فيها، يكون الشيخ الصمدي اما في مسجد او في زاويه أو في شي ضريح من ولي من الأولياء إلا في المغرب. لم يوجد صورة للشيخ الصمدي في مركز الأمن أو لا في مقر الولي أو لا في مقر العامل أو لا. الشيخ الصمدي يكون في شي مقر، وكنصادفوا الحمد لله رجال السلطة والعمال والولاة مع بعضنا في حفل ديني في مناسبة رسمية. الصمدي لا يعرف، إذا ما قاليش هذا الشخص بأنني أنا من السلطة أو لا من الولي، أنا لا أعلم الغيب باش نعرف هذا ولي او عامل او لا. وانا واحد السيد ديما في الزاويه ديالي، ما كنخرج، ما عندي علاقه بالمسائل السياسيه. الزيار كل نهار والحباب اللي مريض كيجي عندنا على حساب بحال نقول لك انا الطبيب تيني دابا حرقاتك شي درسه غتمشي للطبيب، حتى كتحرقك الدرسه. وكذا الانسان كيكون عنده واحد الحاله مرضيه او لا كيجي خصو شوار في مجال التصوف او لا كيجي خصو يبحث كاين اللي كيجي استفسار في المذهب الصوفي في الشيخ مولاي عبد السلام المشيش، كيجيو لعندنا كيصفصوا بالمئات او لا في هذه المسائل. انا عمري ما حسبتها. البركه الاسباب من عندنا والشفاء من عند الله. اذا هو نوفي الخير وطلب الخير بان الصمدي نويت فيه الخير يعمل لي البركه، يقرا عليا ايات من القران الكريم، هو عمل فيا النيه وانا عملت فيها النيه كذلك، لان النيه متبادله. انا عملت فيها النيه، عمل فيا النيه باش غنسبب له، كيقولوا نعمل بركه بالرقية الشرعية بالتداول بالقرآن الكريم، خارج على النطاق ديك الشعوذة والمسائل اللي جاري بها العمل. حنا كيجيو عندنا كما هو معروف الفتوح ولا ترد على الله شيئا، تيتيني الزيارة ديالك الفاتحة الفتوح كنقول شي بركة، بحال نقول لك ما أنا ما كنشوفش حتى فيها اللي عطيتي، اللي قال لك أنا نطلب من الجانب المادي يجي عندنا من 5 دراهم وزينا طلع درهم، اللي ما عندوش ما يعطينيش الله يعاونك. ولنا أدلة، ولي قالوا ودي لك كيشبر أن حنا كنطلبوا المادة، كنا كنطلبوا المادة ما الله سبحانه وتعالى ما غيهيئناش الخير، ما غتكونش البركة.